كنت بسأل على التوجيه المهم لسيادة الرئيس كمان بفكرة ان تأسيس الشركات بالاختيار زي ما حضرتك قلت، وكمان مش بالضرورة يبقى لها مقر مادي على الارض. بالضبط. النهاردة دي خطوة قوية جدا وغير متوقعة بالنسبة للمستثمرين الاجانب ورؤيتهم للدولة المصرية. أي. ليه؟ لان ده نموذج النهاردة بيتم تطبيقه في الدول المتقدمة بشكل كبير في كيفية انجاز الاجراءات الخاصة بتراخيص الشركات وتأسيسها. والنهاردة رئيس الوزراء وهو بيشرح بالتزامن مع هذه القرارات قال ان في حد اقصى للمده الزمنيه وحددها ب 20 يوم لتاسيس الشركات، فده مستجد جديد في الحياه المصريه، لان كان المستثمرين بيقول لك انا باخد وقت كبير جدا. أيوة. في التعامل مع اكتر من جهه. أيوة. وما بعرفش احل الموضوع ده كمان يا فندم. يعني فكره احنا كان عندنا بعض التصريحات اللي خضت المستثمرين على الانترنت سواء كانوا محليين او اجانب، انه هتتفرض ضرائب جباره، وانه كان ناس بدات تخشى فعلا هذا الامر. لكن الكارثه العالميه اللي اعلن عنها رئيس الوزراء بالامس انه الدين العام على مستوى العالم بيتفاقم بنسبه 351%، يعني 3.5 مرات بقى الدين العام في العالم، وانه 60% من بلدان العالم الاشد فقرا اصبحت مديونياتها في حاله حرجه. ما وضع مصر بقى في هذا الأمر وسط هذه الكوارث؟ طيب خلينا نقول أن الدين العام في العالم أصبح 303 تريليون دولار، وهذا الرقم ضخم جدا، لأن النهاردة الوضع فيما يتعلق بالمديونية العالم في هذه الأحداث والتضخم بيسبب ضغط كبير جدا على اقتصاديات دول عديدة. طيب مصر وضعها إيه؟ مصر وضعها أن هناك خطة لمصر وضعها الاقتصادي في مقارنة الدين بالناتج المحلي. كان النهاردة خلينا نقول مثلا أرقام، كان يمثل الناتج المحلي في 2013-2014 103%. كان هناك خطة لتقليل هذه النسبة. اللي حصل أن مصر استطاعت تقليل هذه النسبة إلى 81%، ثم أحداث كورونا وأثار كورونا ارتفعت تاني ل 85%، والخطة الحالية ضمن خطة الدولة خلال 4 سنوات لخفضها لمستوى 75%، وهو مستوى الاستقرار على المقارنة ما بين حجم الدين مقارنة بالناتج المحلي. ده وضع النهاردة بيورينا أن الدولة المصرية عندها خطة، وقوة المؤتمر امبارح كانت في رؤية الدولة المصرية لأثار هذه الأزمة، لكن أثار هذه الأزمة مرتبطة ارتباط وثيق بالتوقيت، لأن التوقيت النهاردة والأحداث العالمية تمثل ضغط قوي جدا على كل دول العالم. طب دكتور أحمد، يعني خلينا ناخد نموذج بقى بأمريكا، لأن معروف للناس كتير ما تعرفوش أن أمريكا مديونة لشوشتها برضو، يعني ما هياش يعني زي ما الناس متخيلة أنها بتقول أخد قروض ليه ما دام اقتصادي قوي. فعايزين نعرف برضو الدين العام بيمثل كام في المية. طبعا 75% ده لو وصلنا له هيبقى شيء عظيم، وهيبقى مؤشر على أن اقتصادنا أصبح في منتهى القوة بعد 103% يعني في المية يعني من الناتج المحلي. تفضل. أنا هاخد بس هرد على سؤال حضرتك، بس هاخد جزء من اللي أنت حضرتك قلته وشرحته في النهاية. خفض مستوى الدين بيرتبط بحاجة كمان مهمة جدا، هو الفائض الأولي، تحقيق فائض أولي. مصر النهاردة بتستهدف في هذه السنة تحقيق 91 مليار فائض أولي بنسبة 1.2%، والخطة بتاعتنا خلال 4 سنوات يبقوا 2%. طب ما هو الفائض الأولي؟ هو خصم إيراد الدولة من مصروفها باستبعاد فوائد الدين، وده بيدينا رؤية أن الدولة المصرية عندها قدرة على سداد التزاماتها بشكل كبير جدا. النهاردة مش بس أمريكا، لما حضرتك بتتكلم على مستوى الدين هناك دول كبيرة جدا حجم الدين فيها مرتفع للغاية، يعني لما نيجي نقارنه بالناتج المحلي لهم حجم الدين مرتفع للغاية، لكن ده ما بيمثلش ضغوط في حالة قدرة الدولة على الالتزام بدفع هذه الديون وفوائدها، وإن رؤية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني هامة جدا في تقييم الدول. النهاردة في وسط هذه الأزمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بيشيروا إلى أن الاقتصاد المصري سيحقق نسبة نمو 5.5%، وده معدل طبعا كنا نستهدف اكثر من كده، لكن الازمات دي وان احنا نحقق معدل نمو ده وضع جيد جدا للاقتصاد المصري. طبعا هناك كمان خطط للاقتصاديين في حال استمرار الازمه، قد يكون احد هذه الخطط واللي الواحد ممكن يفكر فيها ان ممكن الدوله المصريه تضع خطط بعد النهارده ما يبقى في تشديد نقدي من البنك المركزي و
استمرار لرفع الفائده طبقا لمعدلات الفائده اللي تبقى مسموح بيها، قد يكون هناك تفكير اخر في تغيير، وده احد الحلول اللي اتخذتها بعض الدول، تغيير البنك نوت في هذه المرحله.